لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميداي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. وفقا لمجلس القضاء، تم القبض على أكثر من 500 تاجر ومروج مخدرات في بغداد وحدها خلال العام الماضي، في ظل صرف مليارات على الأمن والميليشيات. كيف تقيم هذه الحصيلة من أعداد المتورطين الذين تم إلقاء القبض عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من 500 شخص تم إلقاء القبض عليهم في خلال عام واحد، يعني معنى هذا أنه في كل يومين يتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من مروجي المخدرات كتجار أو تجار صغار، تجار تجزئة. هذا العدد هناك طبعا عشرات أضعافه ممن لم يتم إلقاء القبض عليه. نحن نتحدث إذن عن عشرات الألوف من التجار وصغار التجار والمروجين المنتشرين في المجتمع العراقي، داخل الشعب العراقي، يقومون بالترويج هذه المادة السامة التي تؤدي إلى استهداف العقل، تخريب العقل. نعم. العراقي، وكذلك تخريب النسيج الاجتماعي العراقي وتخريب الأسرة. وهناك مشاكل لا تعد ولا تحصى ناتجة عن هذه الآفة الكبيرة. نعم. المشكلة سوف تتفاقم أكثر وأكثر، وهي مرتبطة بحالة الخراب العامة والفساد العامة التي تسود المجتمع العراقي نتيجة كما كررناها عدة مرات، نتيجة الاحتلال وما جاء به الاحتلال من عملية سياسية والتحكم وتسيد. نعم. الميليشيات والقوى. بالحديث عن العملية السياسية، كيف يفسر اعتراف مجلس محافظة الأنبار بأن العراق فعلا أصبح ممرا للمخدرات بين إيران وسوريا ولبنان؟ نعم، هذه حقيقة تعترف بها الجهات الرسمية، وكما تفضلتم في تقريركم هذا قائد شرطة محافظة البصرة، وهي منطقة حدودية، وهذه القوة الأمنية تبسط سيطرتها على مساحة واسعة من جنوب العراق وعلى شريط حدودي طويل جدا ونقطة حساسة في مسألة الحدود العراقية الإيرانية. و يؤكد كما تفضلتم، يؤكد على أكثر من 80% من المخدرات تأتي من إيران. إيران حريصة جدا على بث السموم، هذا النوع من السموم في داخل العراق، لأن إيران بالحقيقة تستهدف العقل العراقي وتستفيد جدا من حالة التجهيل وحالة إفساد العقل العراقي ونشر هذه المادة السامة. لأن المجتمع بالحقيقة إذا تفشت به هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات، فتكون تبعاتها وتداعياتها على المناحي الأخرى، ليس فقط على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تسهل لإيران ولغير إيران عملية التدخل فيه والتحكم بسيادته وبسياسته أيضا. نعم. بالحديث عن هذه التجارة، تجارة المخدرات، يرى البعض أنها تركز على تمويل الميليشيات، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، هذا صحيح. الحقيقة هذه المادة أو المخدرات والتجارة بها تم استغلالها من القوى السياسية المتنفذة من أجل تعزيز مواردها المالية. ونعلم أن القوى السياسية هذه هي لديها ميليشيات، فلذلك فالميليشيات هي الحريصة على حراسة وحماية تجارة المخدرات. الميليشيات كما نعلم منتشرة في داخل العراق وخصوصا في المناطق الحدودية، لذلك الميليشيات تقوم بحماية عملية التهريب التي تمر عبر الحدود. هناك مسألة أخرى، إيران تستغل أيضا السياحة الدينية ومن أجل إدخال المخدرات عبر الناس، وهناك تقارير كشفت بأن نسبة كبيرة من مهربي المخدرات هم من النساء، يستغلون حساسية عملية التفتيش وتدقيق النساء في الداخلات إلى العراق من إيران. هذه العملية بالحقيقة لا يمكن أن تحل إلا بحل جذري يستهدف اقتلاع العملية السياسية واقتلاع كل العملاء والقوى السياسية التي جاءت خلف الدبابة الأمريكية، وكان هدفهم منذ البداية تخريب العراق وتمزيق نسيجه
الاجتماعي وتسليم العراق لقمة سائغة بيد إيران. عقب اعتراف شرطة البصرة بتهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات من إيران إلى العراق، وبحديثكم عن هذه العملية السياسية، يتساءل الكثيرون أين يقف شركاء العملية السياسية من كل هذه التجاوزات؟ هل هناك سكوت؟ هناك سكوت متعمد من القوى السياسية، سواء القوى السياسية الموجودة الممثلة في البرلمان أو الممثلة في السلطة التنفيذية أو حتى في السلطة القضائية، لأن هناك ضعف في القانون وهناك انعدام عدم وجود إجراءات رادعة قانونية رادعة ضد مروجي هذه والمتاجرين بهذه المواد السامة المخدرات من الناحية القانونية، وهناك كما ذكرنا استفادة من قبل القوى السياسية من هذه، هناك مصلحة لها في نشر المخدرات وفي التجار بالمخدرات. هناك ملاحظة ملحة جدا، أن القنوات الإعلامية مثلا والقنوات الحكومية لا تهتم بهذه المسألة، لا يوجد أي برنامج، لا برنامج حكومي ولا نرى نشاهد على القنوات الإعلامية، لا القنوات الإعلامية الرسمية ولا القنوات الإعلامية التي تمثل القوى السياسية. نعلم أن كثير من القوى السياسية ومعظمها تمتلك قنوات فضائيات وقنوات إعلامية، سواء صحف أو محطات تلفزيون وراديو، لكنه لم لا هناك غياب كامل شبه كامل عن مسألة التوجيه ومسألة التوعية، بس برامج وتوعية المجتمع بخطورة هذه المسألة، وهذا يعني بدليل قاطع بأن هذه القوى مستفيدة من العملية وضارعة فيه. في ظل الصمت داخل العراق، إلى أي مدى تظن أن هناك إمكانية لتدخل المجتمع الدولي بهدف وقف هذه الجريمة المنظمة التي يعاقب عليها القانون الدولي، أسوة بما حدث سابقا في كولومبيا؟ المجتمع الدولي، أنا أفهم المجتمع الدولي على أنه هو الغرب، يعني الغرب هو الذي بالحقيقة وخصوصا الغرب الإمبريالي متمثلا في أمريكا وبريطانيا، هو الذي هو المسؤول الأول والمجرم الأول الذي قام باحتلال العراق وتدمير العراق وتخريب العراق، وأنا أعتقد أن هذا المجتمع لا يكترث بهذه الكارثة، بالعكس هذه الدول تريد من العراق أن يصبح مجتمعا يعود إلى المراحل العصور الظلامية والعصور الوسطى، وهكذا قالوها جهارا نهارا، قالوا أنهم سيعودون العراق إلى العصور الوسطى، وهذا ما يجري على قدم وساق الآن. فأنا لا أعتقد بأن أمريكا أو بريطانيا أو الغرب يكترث بما يحصل في العراق من كارثة، أحد أخطر هذه الكوارث هي انتشار المخدرات. وهذه والعراق أصبح ممرا للأسف، ممرا إلى دول الجوار وخصوصا دول الخليج. أشكرك جزيل الشكر عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.